احنا النهارده لما بنيجي نعرض فيديوهات للولاد الاطفال بلا مأوى، ولا الاطفال اللي موجودين في الشوارع، ولا قصه زي قصه عبد الرحمن واخوه الراقص مع الكلاب اللي عرضناها هنا، اما تشوف انت حاجه زي دي وانت بتعرف منبع القضيه بيجي منين. يعني انت طفل زي ده لما يشوف هذا النوع من الخلاف الاسري الحاد، ماشي خلاف اسري، لكن لما هذا الخلاف الاسري يتحول، ان صح كلام الزوجه والام انه الراجل مدمن او بتاع مخدرات، وتروح الاسم وتطالب بحمايه لاسرتها، وبعدين ما يحصل لهاش حمايه ويحصل كل هذا التشويه للولد، في الحقيقه انا بعتقد انه دي قضيه لازم ننتفض كلنا بسببها. ننتفض علشان خاطر هذا الطفل، عشان خاطر عشرات الاطفال. مش عايزين نستهتر بالبلاغات بتاعت نجده الاطفال، لا في اقسام الشرطه ولا مش في ارقام لنجده الاطفال، صحيح؟ مش فيها محمود ارقام لنجده الاطفال؟ كام الرقم؟ ما تتصلوا كده برقم نجده الطفل 16,000، جربوا كده ونزعلهم لهم التقرير على الهواء، نشوف نجده الطفل لو احنا حكينا لهم الموضوع. جربوا لو سمحتوا الاتصال برقم نجده الطفل، لانه يا جماعه انا يعني الاول واحنا لما الست كلمتنا يعني ما ألو. اعتقدتش بصراحه. الو، ايوه اتفضل. الو، مساء الخير، ده رقم نجده الطفل يا فندم؟ معاك يا فندم نجده الطفل، اتفضل. انا سعيد جدا اولا انك بترد عليا. انا اسمي خالد صلاح، مقدم برنامج اخر النهار على قناه النهار. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. وحضرتك على الهوا. اهلا بحضرتك. اولا سعيد انك رديت. نمره اتنين، انا بعرض تقرير على الهوا لطفل ابوه بيعذبه. تمام، اتفضل. فلا، هل قدامك تلفزيون تقدر تشوفني ولا اشغل لك التقرير تاني؟ لا مش قدامي تلفزيون والله يا فندم. طيب انا، وحضرتك اسمك ايه؟ محمد عبد الحميد. معاك، اتفضل. استاذ محمد عبد الحميد، احنا امام حاله طفل الام بتدعي انه ابوه بيشرب مخدرات وضربه ومكسر له دراعه ومخرشم له وشه، هل تقدر تعمل حاجة في هذا الأمر؟ هل تقدروا تروحوا لها؟ هل في قانون يتطبق عليه؟ إيه اللي بيحصل في الحالات دي؟ تمام يا فندم، هاخد بيانات من حضرتك واخد العنوان ونبعت حد ونشوف. تديني تاخد البيانات وتبعت حد وتشوف. طب تمام. هل أنا هستأذنك إنه الشباب عندي في الكنترول هيكلموك دلوقتي وهذيع التقرير مرة تانية، يعني لو قدرت تشوف أي تلفزيون دلوقتي وتشوف هذا التقرير، والشباب هيملوك البيانات، مليها محمود البيانات كلها من الكنترول. طيب انا عايز اسالك على حاجه يا محمد، انت في حاله اذا ثبت انه فعلا الاب بيضرب ابنه، انت لما تشوف الصور هتعرف انا قصدي ايه. تقدروا تعملوا ايه؟ يعني ايه الحمايه اللي بتتفرض للطفل ده؟ هو احنا بنحول البلاغ للجنه الحمايه في المحافظه، وفي نفس الوقت بتحول للشؤون القانونيه للوحده القانونيه هنا في المجلس، وبناء عليه لو ثبت الامر فعلا بيتخذوا اجراءات قانونيه ضد والد الطفل. بيتخذوا اجراءات قانونيه ضد والد الطفل. طب حالا انا هبلغك، انت على الهوا يا محمد بس عشان تبقى عارف، وانا دلوقتي هديك البيانات وهنزيع التقرير مره ثانيه علشان خاطر لو في امكانيه انه حد يكون بيسجله او تشوفه، والبيانات هتاخدها على الهوا وهنتابع معاك يا محمد. استاذ محمد عبد الحميد بشكرك، رقم نجده الطفل رد، ودي حاجه كويسه جدا، خليني اشكر القائمين عليها لانه رد ورد بسرعه، ودي حاجه كويسه. اسمحوا لي ان ازيع التقرير مره تانية، واسمحوا لي اني اتاكد ان البيانات وصلت لنجده الطفل، وهنتابع قصه مع هذا الطفل وامه لحد ما نوصل الى وضع قانوني يعيد الحق لاصحابه. لا ينبغي على هذا الطفل ان يترك وحيدا، يعني المجتمع كله لازم يقف على رجل، لانه بعد كده الاطفال دي هي اللي بتطلع تبقى اطفال بلا ماوى، ودي اللي بتهرب من البيوت إلى آخره. لو سمحت نزيع التقرير مرة تانية. اسمي زينب أيمن، ومتجوزة من حوالي 9 سنين، وكان في مشاكل بيني وبين جوزي، يعني زي ما كان في حلو وكان في وحش، كان في الاثنين، بس ما حصلش نصيبه وما كملناش. بس وجينا انفصلنا تقريبا من سنه، بدات مشاكل
عشان اشوف عيالي. هو كان واخد العيال. طب اديني عيالي، انا متكلفه بيهم في كل حاجه ومش عايزه منك اي حاجه. لا، واخد العيال. ما انا صح موت الضعف ان هو ياخد العيال عشان يعرف يتزني. هو شغال في الاداره بتاعت جنوب الجيزه عنج. انا عايزه اشوف ادم مسمى يقعد فتره طويله ما يخلينيش اكلمهم ولا اشوفهم. طب اتصل بيه يقول لي طب هاتيلي 200 جنيه. طب اقول لك على كل عيل 200 جنيه عشان اشوف العيل، عشان انت تشوفي العيل. من يومين تقريبا، من يومين بالظبط، لقيته كنت انا في الشغل بيكلمني بيقول لي انا هموت لك ابنك. طبعا سمع ابني عمال يصرخ وبيعيط، في ايه في ايه؟ قال انا بموت لك الواد. ليه يا محمد؟ قال لي ابنك رمالي فلوس ورمالي برشام ورمالي حاجات ثمنها 600 جنيه. فادم عمال يعيط يقول له انا خايف عليك، عشان خايف عليك تموت يا بابا ويضربه. يقول له خلاص انا اللي هموتك. الاصابات حضرتك كسر في الايد، فتح في الشفايف 6 غرز، خبطات في العين في الجسم. بص حضرتك افرد نفسك يا ادم. معلش معلش، بيروح عليه مدمن وكان بيعمل كل حاجه عشان البرشام، كان كل حاجه بيعملها. انا خيرته في يوم من الايام، قلت له يانا يا المخدرات. قال لي ما تخيرليش عشان انا هختار المخدرات. قلت له خلاص يبقى انا ماليش لازمه في حياتي. وبدات ان انا انسحب وانفصلت. قلت له خلاص انا ما تنفعنيش العشره دي. ولما كنت بروح اعمل له محضر، المحضر كان بينحفز. ايه يعني مش معنى؟ معرفش. عملت له محضر قبل كده، ضرب وسرقه، ضربني في الشارع وسرقني وسرق تليفوني وسرق حاجتي، ورحت عملت له محضر في الاسم، المحضر اتحفظ. بابا عمل معاك ايه؟ ضربني وبيرفعني وبيرميني في الارض. ليه؟ عشان البشام حطه جنبي ورجلين جنب السجير. وانت عملت فيه ايه؟ حطيت على ميه. وبعدين؟ وطحنته. وبعدين؟ وبعدين وضرب. مش عايز بابا ياخده؟ لا. امال ايه؟ عشان ما يموتش. عشان ايه؟ ما يموتش. عشان ما يموتش؟ أنا طالبة الحماية لابني وليا ولبنتي. عايزة عيالي يفضلوا معايا. هو دلوقتي حاليا من شوية اتصل بيا بيهددني. بيكلم ابنه، ابنه قال له أنا مش عايزك. قال له أنا مش عايزك يا بابا، أنا عايز ماما. وامبارح بالليل قال له نفس الكلام. قال لي أنا هاجي هقتلك وهقتل أمك وهقتل عيال أختك. احنا خلاص اتاكدنا من وجود البلاغ 128-135 في رقم نجدة الطفل، ومش عايزين حد يعني ولا ام ولا طفل. 128-185 وهنتابع احنا هنا في اخر النهار هذا البلاغ ومش هنسيبه. وعايزين نفتح الباب يا جماعة، اذا كنتوا عايزين الاطفال الشوارع والاطفال بلا مأوى تنتهي، ما احنا لازم نعالج هذه الظواهر الخطيرة الحقيقة اللي موجودة في المجتمع. ومش عايزين اي حد يخاف ولا يتخض، لان ده عدوان على طفل وعلى الإنسانية. لا في دين ولا في قانون ولا في أي حاجة. لو أب زي ده، انصح كل هذا الكلام، لو أب زي ده ما وقفش عند حده، الطفل ده مصيره إيه وأمه مصيرها إيه وأخته مصيرها إيه إلى آخره. ف 128-185 رقم بلاغنا اللي تقدمنا بيه دلوقتي لصالح هذا الطفل بدورنا الاجتماعي في هذا البلد. هذا الطفل يجب أن يكون له حماية، وإحنا هنا في آخر النهار هنتابع لحظة بلحظة مع الطفل ومع أمه إن شاء الله لحد ما حقه يرجع، لأن دي جريمة يحاسب عليها القانون حساب عسير، ومش عايزين حد يتردد. والأب ده يعني الله يكون في عونه بقى، لو عايز يتعالج لو عايز حاجة ونقدر يتوب عن اللي بيعمله ده ويتعالج، يبقى قدرنا نعمل حاجة لبلدنا. الحقيقه عندي حاجات كتير في هذا السياق النهارده عن الاطفال. خلوني نطلع فاصل، لان انا عندي تقريرين الحقيقه مهمين ايضا. يعني انا بدات بالتقرير ده لانه عشان انتهي للتقرير الجايين، لانه حكايه الاطفال بلا مأوى الحقيقه بيبذل فيها جهد كبير جدا. خلينا نشوف، احنا رحنا في تقرير عن اطفال، عملنا تقرير في مؤسسه احيا مصر عن اطفال بلا مأوى بسبب
الطفل عبد الرحمن واللي حصل بعدها، يعني بالرعايه اللي خدها، بالخدمات اللي تقدم لها، رحنا الاماكن اللي بتستضيف هذه الاطفال، وبعدين هي في اكتر من تقرير عن اطفال اخرين بعدهم بائعه مناديل في الشارع لها قصه انسانيه مهمه جدا هنشوفها بس بعد الفاصل.